إنهم الطلبة، قلب العراق الذي ينبض بالثورة وروحه الوثابة نحو تحقيق أحلامه، يجددون العهد في كل مرة ويعيدون للثورة ثوبها القشيب إثر كل محاولة بائسة يقترفها المجرمون لضربها وإسكات صوتها الهادر. تنظم هاي المسيرة كل يوم أحد إسناداً للمظاهرات اللي تجري كل يوم تجري بالساحات التحرير، إضافة إلى هذه إنه هاي الثورة حتستمر وما منتهية. الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد، وكيف لثائر أن يبيد وهو ما بين منتصر أو شهيد؟ شباب باقون على العهد، وطلاب بات همهم الأول استعادة وطنهم الذي اختطفته خفافيش الظلام. التنظيم كان كلش حلو وكلش رائع، يعني كان بالمستوى المطلوب، وإن شاء الله نقدر احنا نتمنى، يعني مو بس كل يوم أحد، نتمنى كل يوم الأسبوع تصير هاي المسيرة، وأكيد ما راح تأثر على الدوام لأن دعما وتحقيقا للمطالب، وإن شاء الله دم الشهداء ما يروح هيك هدر، لأنه إن شاء الله احنا مستمرين بهالمطالب. أنا دائما أشارك بهالمسيرة ودائما أجي ويا الطلاب والمسيرات اللي تصير، المسيرات النسوية اللي تصير بالتحرير. بالنسبة لي يعني ما تعرضت أنا للمضايقات يعني، بس أكيد الطلاب البقية يتعرضون لضرب وتهديد ومضايقات. من وزارة التعليم العالي إلى ساحة التحرير، مسيرة القلم الثائر بمداد من الدم سطر به هؤلاء الفتية نموذجا فريدا لمعادن العراقيين الذين لم يزدهم عنف السلطة إلا عنفوانا. طبعاً هذه المسيرة الطلابية وللشهر الرابع على التوالي من كل أسبوع تتجدد هذه المسيرة وتنطلق من أمام وزارة التعليم العالي، أعدادنا مليونية، مسيرة مليونية تتوجه إلى ساحة التحرير دعماً للثوار في ساحة التحرير، إثباتاً لصوت الطلبة هو العمود الفقري للثورة العراقية اللي انطلقت واللي هي انتفاضة تشرين. الاعتداءات على الطلبة من قبل الغوغائيين والميليشيات وأهل التواثي كلها مرفوضة ونرفضها ونستهجنها ونستنكرها. طلابنا هم سلميين، شعارهم السلمية يحلمون القلم والفكر والكتاب، ونرفض كل الاعتداءات وإحنا باقين ومسيراتنا باقية. عرس طلابي يتجدد كل أسبوع يجدد الثبات على مسار الثورة الذي انتهجه أبناء العراق وبات يمثل شغلهم الشاغل، بوعي ومصابرة حيرت أحزاب الفساد وميليشيات القتل، وموقف يفتح له التاريخ دفتيه ليسجله في أنصع صفحاته وأكثرها توهجا وألقا.